بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي طلاب الصف السادس الابتدائي، وانا بحل النهارده معاكم صفحه 16 وصفحه 17 من كتاب المدرسه. والحقيقه ده بروجكت. يعني بروجكت يعني مشروع. فالمشروع ده هنعمله مع بعض دلوقتي، وهعمله لكم. بصوا انتوا هتهيصوا بصراحه. فليتس جو. بيقول لك ميك ارتيفاكتس ديسبلاي بوردز، يعني اعمل زي ما انت شايف كده البورده اللي قدامك ديت عليها شويه مشغولات او اثار جامده جدا مصريه قديمه طبعا على البورده دي. بيقول لك ويشتغل طبعا في جروب، وهتبص على الحاجات اللوك، الحاجات اللي في الجاليري ديت. then read the display، واقرا العرض البورد اللي على العرض. و scarab amulet، scarab amulet اللي هو الجعران amulet. وبيقول لك you are going to make display، وانت هتعمل واحد زيه بس in other artifacts in the gallery. هتختار واحد من الحاجات ديت، انت فاضل لك 3 اهوت. انا شخصيا هختار العكاز ده. تمام. الاول لازم اقول لكم يعني ايه scarab amulet. scarab amulet دوت الصوره اللي قدامكم دي، اللي هو اللي هو كان المصريين بيستخدموه زمان للزينه like a jewelry، وكان بيبقى مصنوع احيانا من الكوبر، من النحاس، او من السيراميك، من ماده شبه السيراميك او الجرانيت، او حتى من الكلاي لو الناس على حسب الطبقات الايه المجتمع، يعني حسب الست او الراجل اللي بيلبسه اذا كان غني او فقير. وحتى كان بيوصل انه بيتعمل من الجولد. يعني ايه جعران؟ اللي هو دي كان خنفسه، خنفساء الروث. الفراعنه الفلاحين كانوا بينبسطوا قوي بيها، عشان هما كانوا بيسمدوا الارض بتاعتهم من الايه، من السماد البلدي او الروث بتاع الحيوانات بتاعتهم، اللي هو الفضلات بتاعت الحيوان يعني. فالخنفسه دي كانت بتعيش فيه، ولما كانوا بيشوفوها كانوا بيفرحوا ان ده معناه ان الروث شغال، وان هو ايه هيظبط الارض وكده، ويزرعوا يعني بموسم السنه الخضراء يعني ان شاء الله. عشان كده كانوا بيستبشروا بيه، وكان بيستخدم احيانا كمان لاعمال السحر والشعوذه. نبدا نقرا بقى. بيقول لك this scarab amulet is from ancient Egypt، يعني جاي من مصر القديمه. and is more than 3000 years، من اكتر من 3000 سنه. it is made of copper، معمول من الكوبر اللي هو النحاس. people wore jewelry، كانوا بيلبسوا الجيرولي اللي هي المجوهرات. with the image، كانوا بيتخيلوا ان هي الاسكاراب اميوليت دوت to protect them، بيحميهم يعني حاشا لله طبعا. and break them good fortune، وبيديلهم حظ يعني جيد. good fortune يعني حظ طيب او حظ جيد او حظ سعيد. يا سعيد طبعا. انا هستخدم زي ما قلت لكم عكاز الملك رمسيس، لا رمسيس ايه ده، تبع خامون. تمام. والعكاز دوت هو كان بيستخدمه، وكان معمول الايد بتاعته كانت معموله من رؤوس اعدائه. كان من ملك الكوش اللي هو عدوه في الجنوب، او ملك مش عارف مين كده عدوه في الشمال، كان عنده 7، وكانوا القدماء المصريين بيعملوه له. و تعالوا نقرا النص اللي انا عملته، وعشان كمان اقول لكم انه هو بيقول لك find out، اوجد what، بيقول لك what is it و what is made of. وهنجاوب على كل الاسئله ديت في السكرين، مش الحاجات اللي انا هكتبها لكم دلوقتي. و let's go، يلا بينا نشوف هنعمل ايه. بص يا حبايبي، بيقول لك ان الكينج تتانك امون was suffering from a fracture يعني كسر in his left thing، في فخده الايسر، وعشان كده he using a crutch اللي هو العكاز. when he walked، عشان يمشي. to help him to walk، او عشان يساعده في ايه، في المشي. it was made of a made of gold، بيقول لك عرفت بيستخدم في what how old is it، بيقول لك حوالي بتتكلم في 8000 سنه. it was 3 هو مش مكتوب هنا يعني، انا الحقيقه ما لقيتش العكاكيس ديت التاريخ بتاعها، بس هي بترجع لحوالي من عمر الملك تيت عنخ امون، بتتكلم في 5000 سنه قبل الميلاد. 5000 years old. ودي كل المعلومات الخاصه بال الكراتش اللي قدامكم دوت او العكاز. وده كان بيبقى معمول على فكره، مش معمول اعتباطا، المصري القديم ميد 7 kinds of them، عمل حوالي 7 انواع منهم. كل واحد الايد بتاعته كانت بتبقى براس عدو من اعداء تيت انك امون، يعني كانت حاجه من يعني مثلا كان عنده واحد براس الملك الشمال او الملك كوش او ملك الجنوب، ملك كوش وملك شمال مش عارف كان اسمه ايه كده، انتوا فاهمين. يلا بينا نكمل. طبعا هو بيقول لك اعرض البورد دي، واحنا دلوقتي عارضينها. ووك اراوند اند ريد، واقرا واتحرك وماشي، وساي ويتش بورد، وقول اللي بيحصل. ده انا عملت لكم البورد دلوقتي، وتقدروا ان انتوا تشاركوها، اللي هو شير ات وذ يور فريندز. ليتس جو بقى على السيلف اسيستنت، اسيستنت تقويم الذاتي.
وهنا اليونت 7 كلها على حروف الجر يا شباب. فانت هتطلب حياتك من ايه اكتر انك تكتب له حروف جر، واعطيك صوره وهتبدا تتكلم عنها بحروف الجر. وليتس جو نعمل اول حاجه. طبعا انت هنا بيقول لك the board اللي هي اللوحه is under the clock، يعني اللوحه تحت الايه الكلوك اللي هي الساعه دي. نمبر 1. نمبر 2 the box اللي هو الكتب on the shelf are on the shelves، الكتب على الرفوف. نمبر 3 the calendar، كالندر اللي انت شايفينها دي اللي هي النتيجه is next to the board، جنب الايه البورد او بيسايد الاثنين صح. نمبر 4 the teacher desk اللي هو الديسك بتاعه التيتشر، طبعا زي ما انتم شايفينها هي between the board and the plant. انا اخترت between عشان and هما الاثنين مع بعض. نمبر 5 the chair، chair يعني كرسي، والكرسي ده is not the desk، هيكون ما انا الحقيقه يعني شفت لمحت الكرسي، تخيل ده كرسي بيلف ما شاء الله يعني حاجه تمام، ده مدرس اللي قاعد عليه عمري ما قعدت على كرسي بيلف، كان نفسي. المهم ان التشير دوت ورا الكرسي ورا الديسك behind the desk، اكتبها لي يا رب كرسي بيلف والنبي. نمبر 7 نمبر 6 the bins اللي هو الاقلام are in the bin pot، pot يعني حله، bin pot يعني المقلمه بتاعه الاقلام، هو بس هي اسمها كده يعني bin pot. نمبر 7 the students desk اللي هي الديسكات بتاعه العيال، زي ما شايفين الديسكات قدام البورد are in front of the board، in front of يعني امام الايه البورد في وشها مواجه اليها. خد بالك انت يا طالب يا جميل يا عسل. يلا بينا على اخر على اخر حته في المنهج، الواحد حول الجمل من المضارع للماضي. يعني انت لما تيجي تحاول هو الراجل حتى هعطيلك الجمل مش مترتبه، يعني هي مترتبه بس مش يعني مش جمله، يعني مثلا she not arrive on time، طبعا ده منفي بس she didn't arrive on time، ما وصلتش في الميعاد. نمبر 2 بيقول لك you understand، understand هتخليها understood، احنا بنغير الفعل بس يا ولاد تمام. understand هتخليها understood، ده مبني ده ماضي بسيط بس غير منتظم اوكي، يعني مش بتحط له ايدي وتروح لا، ده لازم تحفظه. stand stood you understand understood the exercise، انت فهمت الاكسرسايز. نمبر 3 they buy a new car، زي ما اتفقنا احنا بنغير الفعل بس، انت عندك هنا الفعل buy هتخليها bought، they bought a new car، هم اشتروا عربيه جديده يا بختهم. طبعا ما تنساش تحط فول ستوب يعني في نهايه الجمله. she not be دوت اللي هو verb to be اللي هو was aware، ما تقوليش is لان ده مضارع انا عايزه الماضي، يبقى she was لا ده not be، يبقى she was not or wasn't at school last week، هي ما كانتش موجوده في المدرسه الاسبوع اللي فات. نمبر 5 be ومام اند داد، وطبعا هنا مام اند داد ده جمع، وطبعا be يبقى هنا where، لان where بتاخد الجمع، where بتاخد you we they، يبقى where mom and dad at work، هل كان الماما والبابا at work الله يرحمهم yesterday. اصحى معايا النقطه وانت صاحي طبعا وحبيب قلبي. الفكرة كلها في ان انت هنا بتسأل فبتجيب الفيرب تو بي في الايه في الاول. دي كده اخر حاجة في الوحدة. اخر حاجة بقول لك think about unit 7، فكر في unit 7، انا فكرت كتير والله. write in your note، واكتب بقى هتكتب حاجتين انبسطت بيهم وحاجتين اتعلمتهم. بص كده وشوف انا كتبت ايه. I learned the prepositions، انا اتعلمت حروف الجر. I learned واتعلمت كمان many information about artifacts، وتعلمت معلومات كتيرة جدا عن الاثار القديمة، ده اللي انا اتعلمته. I enjoyed story، وانا انبسطت قوي او استمتعت قوي بالستوري بتاعت كينج ميداثا اللي هو قصة الملك ميداثا او الجولدن تاتش اللمسة الذهبية، واستمتعت اكتر كتير قوي بالفوتوز او البيكتشرز اباوت ارتيفاكتس، الصور عن البيكتشرز اوف ارتيفاكتس اللي هو الصور عن الايه قدماء المصريين او الاشغال الدولية بتاعت قدماء المصريين. يلا باي، نتقابل في يونت 8 ان شاء الله. سلام عليكم.